1 5 4 تحت تصفيقاتكم تحت تصفيقاتكم تحت تصفيقاتكم في التوفيق لكل الرياضيين. تصفيقات على الدراج الجزائري حمزة ياسين من فريق القاري مطار والفائز بالمرحلة. تيسام هاغوس ميرون. كما تشاهدوا راهي اكثر من منافسه رياضيه، نتمتعوا بمناظر خلابه اللي من شانها تبرز امكانيات بلادنا وكذلك التنوع الثقافي، خاصه اننا نمروا بعده ولايات ونشوفوا اطفال صغار كبار على حاف الطريق من اجل التشجيع. لاحظنا حتى كرم الشعب الجزائري حيث كانوا الاطفال والابناء يقدموا المياه للمشاركين بطريقه عفويه جميله جدا. نحييهم بالمناسبه وناكدوا لهم انه هذه الدوره هي ارث للجزائريين وهدفنا الاساسي انه نقدموا صوره تليق ببلادنا. اليوم خلفت كما نقولوا خلفت واش كان من قبل وبغيت نرجع المايو بالي كان اوبجيكتيف تاعي من ديبي التور. بوغ لو مايو جون ان شاء الله عندنا امل كبير في نسيم سعيدي اللي هو قريب في الوقت راه 30 سكوند ان شاء الله. عزينا قاب ثاني راه 2 مينوت اي با لوان، مازال ما خلص التور، مازال وقت ايطاب، مازال مفاجات ومازال كاين وين كاين ديفيكولتي ان شاء الله. حنا ماذا بينا نشوفوا الجزائر هي تلبس مايو جون.